رجعنا من جديد لآخر فقرة من فقرات برنامجكم صفرجت، وفي الفقرة المهمة جدا الأكثر إثارة الفئة ضربات الجزاء الخبيد الناس بتركز فيها، بتكتم الأنفاس، القلب بدق دق 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 دق، فيها 10,000 جنيه برعاية كوفتي ومقدمة من كوفتي. هذه المسابقة حتكون بين نفرين، المسابقة كل واحد حيلعب شوتة، الشوتة بتكون شنو؟ عبارة عن إجابة، هنا إجابة، يا شوتة في الجون، يا مسك الحارس، يا في الغايم، يا في العارضة، يا في اللاوت، ما عندك خيار خلاف كده. حيلعبوا معنا نفرين حنتعرف عليهم. أسي منو عندنا؟ بانقة. بانقة كيف؟ بانقة؟ الو بانقة، ان شاء الله انت كويس؟ تمام، ازيك يا جميل؟ يا هلا بيك، سامعك. رمضان كريم وجمعة طيبة عليك. الله أكرم، تصوم تفطر على خير. بأنك سامعنا من التلفون بس، مش كده؟ وعليك يا رب. لا لا، أي تقفل التلفزيون، أقفله. سامع في التلفون؟ لا، أقفل التلفزيون خالص، أقفل التلفزيون خالص. لا ممكن أقفله عديل. تمام. ما محتاجين للتلفزيون، ده أنا أديك السؤال أنا. تمام. أي أوزح منه إذا في ناس متابعين، ناس البيت ما تحرمون. ما في زول. ما في زول، أقفل التلفزيون. تمام. تمام. طيب عفراء. ايوه حبابك يا عفراء. اهلا وسهلا، رمضان كريم، تصبحوا على خير. الله اكرم يا عفراء. من وين يا عفراء؟ من الأبيض. من الأبيض، يا سلام، مدينه الجمال والكرم والثقافه والرمال. شكرا لك. الله يخليك يا تحيي في الأبيض يا عفراء. حي الدرجه. الدرجه، يا سلام، ناس مرطبين، ما محتاجه للمسابقه. حنفوز بالنقا برضه من امروابه. كل طيب يا 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 بنك، انت من وين؟ من امروابه يا جلوات. امروابه قريبين لبعض. ايوه، يا اخي عندكم اجمل واعزب مويه في السودان، وعندكم نقاشه بتحاكوا به، وبعدين معانا هناك ان شاء الله. طبعا بجي بجي، ما في كلام. امروابه دي يا اخي بلد الخير والشيوخ والبركه. حبابك كريم. انا كنت قاعد جنب الجامع الكبير. جامع كبير في السوق. ايوه، اشتريت لي طاقيه من هناك، ادتني لها المره ب 3000 ولا حاجه زي ده. راح اشتري انا اقل من كده ان شاء الله. لا لا خلاص، احنا بنجي نشيل منك وساي. طيب اذا بانقا من ام روابه وعفراء من الأبيض، حي الدرجه، الاثنين حيلعبوا معانا مسابقتنا 10 في 10 برعايه كوفتي، وجائزتها 10,000 جنيه مقدمه من كوفتي. طيب عفراء وبانقا، اسمعوني كويس، الكلام اللي حقوله ما هنعيده مرة ثانية. طيب، ما في مساعدة، واحد، ما في أي تقريب للإجابة، اثنين، ما في إعادة للسؤال، ثلاثة، 10 ثواني فقط، 4، رقم 5 الإجابة فرصتها مرة واحدة، ما تقول لي الطيب، لا لا قصدي حسن، لا ما ينفع. اتفقنا يا جماعة؟ أوكي. طيب عفراء جاهزين؟ أيوة. يا عفراء جاهزة. طيب عفراء خليك سريعة شوية، ضربات الجزاء تتحمل لإيقاع بسيط لأنه الثواني بتحسب ليك. طيب تمام. وعفراء لو زحيتي من التلفزيون خالص يكون أحسن عشان ما تتوتري. تمام، بعيدة من التلفزيون أنا. تمام. طيب بانقة جاهز؟ أيوه تمام. إذا عفراء وبانقة بصوت واحد نقول بسم الله. بسم الله، بدينا. طيب إذا عفراء حتبدأ الشوط الأولى، مش كده يا جماعة؟ عفراء جهزي شوتك. السؤال بيقول يا عفراء، المثل السوداني شنو؟ يشبه التقول قطفة، يقصد به أنه يشبه أباه تماما. لا، المثل السوداني يقول يشبهه التقول قطفه أو قطفه، الليلة الله يقتل مصعب، يقصد به أنه يشبه أباه تماما. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. إجابة في البربقون. مصعب ما تقرأ بس خالص، نقرأ برانا والهدف الأول الجميل لحي الدرجة الأبيض، عفراء بانقهم روابة. أيوة معك. الشوتة عندك. طيب، بعض الرحيق أنا والبرتقالة أنت، قصيدة للشاعر محي الدين صابر، صح ولا لا؟ بعد شنو؟ طيب لا، نوقف 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 نوقف، لا ما كده كده ظلمناه، كده كده ظلمناه، ما تدون اي احمر. طيب، لانه هو قافل التلفزيون يا جماعه، ركز معي.
بعض الرحيق أنا والبرتقالة أنت، قصيدة للشاعر محي الدين صابر. كلام ده صح ولا لا؟ العداد حيبدأ. ألو العداد شغال ما في. ألو بعد شنو يا ما سامع كويس؟ بعد خطأ خطأ. طيب يا جماعة نحلها كيف؟ هو إجابته صحيحة، إجابته صحيحة إنه قال خطأ، إجابة صحيحة ما في كلام، لكن هو كان ما سامع الكنترول والحكام. ايوه ايوه الصوت جاء، هو صوته في 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 ريليف صوته في الصوت في السماعه. هو قال 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 كلام صح انه لانه هسه بيسمعنا بعد تعب. طيب اذا تعتبر اجابه صحيحه. طيب قبل ما نمشي يا بانجا بانجا بانجا، ما قلت لكم بانجا في اشكاليه؟ ايوه سامعك بانجا. انت سامعنا كويس؟ انت قاعد وين يا بانجا؟ عايز حي الجامعه يا جروك. لا ما مش حي الجامعه، في بيتكم، اقعد في حته كويسه يعني بعيدا عن الزحمه. ما في زحمه ان شاء الله. طيب انت سامعني كويس؟ سامعك. طيب قبيل ان احنا بعد ما ادوك صافرتنا الاجابه انتهت، انت جاوبت صح. المره دي ما دارين هنا ثاني، ما بنديك فرصه، ركز مع صوتي انا اكثر حاجه. تمام اوكي معك كده. صوتي واضح لك كويس؟ طيب من التليفون فقط. طيب صوتي واضح لك كويس؟ تمام. طيب اذا تعادل 1-1، ام روابه والابيض، عفراء وبانجا. نعود لعفراء شوتك. يا عفراء جاهزه؟ جاهزه. يلا بسم الله. السؤال يا عفراء بيقول: عبيد حاج اللمين من غاده جمعيه اللواء الابيض 1924، الكلام ده صح ولا لا؟ خطأ. في الاوت. في الاوت، معلش. هي اجابه صحيحه، عبيد حاج اللمين من غايه جمعيه اللواء الابيض اكيد. طيب اذا عفراء تتاخر بهدف. السؤال الى بانجا. بانجا في رياح شماليه شرقيه في الغرابه دي. معك. طيب بانجا السؤال سريع يا بانجا. طيب حملات الدفتردار الانتقاميه في من مناطق الجعلين جاءت بعد مقتل اسماعيل باشا، كلام ده صح ولا لا؟ حملات الدفتردار الانتقامية. الكلام ده صح ولا غلط؟ بعد مقتل اسماعيل باشا. كلام ده صح ولا غلط؟ العداد حيشتغل. إجابة صحيحة. في المرمى جول! الهدف الثاني لبانجا من أم روابة، والآن هو متقدم بهدف، لكن فرصة للتعادل مع عفراء من اللبيض حي الدرجة. طيب نشوف السؤال يا عفراء. في انتظار السؤال. عفراء؟ عفراء؟ أيوة أيوة. طيب من الممثلة التي أسست مجلة باسمها وباتت واسعة الانتشار؟ عداد شغال. روز اليوتيوب. جول! الله يا عفراء، الله يا عفراء، هدف جميل، هدف الكرة بزاوية والحارس بزاوية. يا سلام يا سلام يا عفراء. بانجا بانجا. ايوه معك. ايوه طيب سامك. ركز. شاعر سوداني من مؤسسي. تمام. شاعر سوداني. لا اسكت انت عشان تسمعني. شاعر سوداني من مؤسسي مدرسة الغابة والصحراء، أشهر رواياته العود، أو أشهر دواوينه العودة إلى سنار. دمنو العودة إلى سنار. ما سامع كويس. ما سامع كيف؟ ما سامع. سمعت شاعر سوداني فقط. طيب ركز معانا تاني يا بانجا. شاعر سوداني من مؤسسي. شاعر سوداني. شاعر سوداني مؤسسي شنو؟ مدرسة الغابة والصحراء. الغابة. أشهر دواوينه العودة إلى سنار. دمنو ده.
ازاي ما ردوني ليه انتوا؟ العودة لازمنا ظاهر 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 النور النور عثمان معلش 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 اذا هو محمد عبد الحي الكورة في الاوت يا بنجا في الاوت يا بنجا بنجا انت ما سامعنا اللقاء بتاع ضربات الجزاء بيجي بطيء شويه طيب نعود الى عفراء نعم انتوا كده متعادلين يا عفراء جاتك فرصه تتقدمي طيب ان شاء الله عفراء الالكترون هو احد اجزاء شنو الذره يا سلام في المرمى في المرمى في المرمى في المرمى الله عليك يا عفراء انت قريتي شنو طيب طيب لا لا جاتك في ملعبي جاتك في ملعبك لازم تكون في ملعبك ما في كلام اذا هدف مستحق لعفراء في انتظار بانجا بانجا يا استاذ سامك سامك طيب ما هي عاصمة شيلس ما هي عاصمة شيلس هي عاصمة تشيلي عاصمة تشيلي عاصمة تشيلي ايوه عاصمة تشيلي سانتياغو جول يا سلام يا سلام يا بنجا يا اخي اداء جميل المباراه بدات تسخن طيب نرجع تاني لعفراء لا زالت تعادليه عفراء تتقدم وبنجا يعادل طيب عفراء نعم طيب متى تم تغيير قياده السيارات في السودان من الشمال لليمين سنة كم؟ العداد شغال يا عفرة ألف وتسعمائة ثلاثة وسبعين وعفرة في لاوت في لاوت يا عفرة معلش نرجع لبنجا لا زال التعادل يا بنجا فرصة عشان تتقدم بنجا ألو يا أستاذ سامك سامك يا جلوك طيب يقال لصوت الحمام شنو؟ الهديل الله في المرمى جون في المرمى جون في المرمى جون 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 يا بنجا انا شاكي في حاجه يا بنجا انت قافل التلفزيون يا بنجا يا استاذ انت قافل التلفزيون يا استاذ قافل التلفزيون بعيد وانا في البرنده لا 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 ابقى انت تقفل التلفزيون تماما انت كده التلفزيون بعيد طالما بعيد شغال التلفزيون. ها لا ما هو الصوت بيجي متردد يا جماعه انا ما سامع الصوت بتاع التلفزيون عندي هنا لا بعيد بعيد كده سامعني كويس لانه قاعد تتاخر كثير في سماعي يا بنجا طيب بنجا ايوه كده خليك في حتتك نشوف الدكتور عفراء عفراء ايوه احمد سفيان قصه تاريخيه تروي قصه اول سلطنه اسلاميه في دارفور من كتبها احمد منو احمد سفيان قصه تاريخيه تروي قصه اول سلطنه اسلاميه من دارفور من كتبها في الاوت عبد المجيد عابدين عبد المجيد عابدين يا دكتور طيب بنجا يا استاذ جلوك سامك يا سلام عليك والله رواق رواقان طيب الشوطة عندك ما هو لقب منتخب جنوب افريقيا لقب منتخب جنوب افريقيا ايوه سريع في الاوت البافانا بافانا 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 لا بعد شنو لكن هو صح لكن بعد ما انتهى الزمن في الاوت تعتبر في الاوت معليش يا بنجا معليش يا بنجا نرجع اللبيض لدكتور عفراء حي الدرجه من ام روابه نعود الى اللبيض عفراء ايوه مفكر اسلامي ومجدد من اهم كتبه
تهافت او تهافت الفلاسفه. الكل بشنو؟ تهافت الفلاسفه. محمد عماره. فلاوت فلاوت، ما محمد عماره، ابو حامد الغزالي، الامام ابو حامد الغزالي. معليش معليش يا عفراء، نرجع لبانقا. مرحبا. طيب شاعر الأغنية القلم طواني تاني، وعدت أو قلت أرجع للكتابة للفنان محمد أحمد عوض. الشاعر منو؟ شاعر منو؟ محمد أحمد عوض. لا قلت لك أنت ما سامعني كويس. شاعر الأغنية القلم طواني تاني، وقلت أرجع للكتابة للفنان محمد احمد عوض. الشاعر عمر، عمر محمد الشيخ، عمر محمد الشيخ. الله عليك في البربقون. الله الله الله، يا سلام. طيب أيوة. نرجع من جديد. عفراء. ايوه عفراء، انت ربما تكونوا متقدمين عليك شويه، ده انك تعادلي. يلا يا عفراء. والله يا جلوكس قلت لي صعبه عديل انا. بديك صعبه، لكن ده الكمبيوتر يا دكتوره، قال دي دكتوره لازم نردمها رد بجد، وعندهم قروش في حياه الدرجه. دكتوره الثقافه. دكتوره لكن الثقافه منتهيه شويه. زي انا؟ ثقافه ثقافه. انا ثقافتي ذاتها منتهيه، انت قال لك انت براك كلنا كده. منازل سهله. خلاص. ما هي الأبيض؟ طيب دكتور عفراء يلا ركزي معي. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ما المقصود برواسي؟ الرواسي. ما المقصود بشنو؟ الرواسي دي شنو؟ الجبال. الله عليك في البربقون. مدينة ومطببة، ما في كلام. إذن هدف جميل لعفراء. نعود إلى مروابة، الى الجميل المتميز بانقا. ايوه استاذ سامعك. يلا. قبيله المعاليه هي احدى قبائل شنو؟ قبيله المعاليه شرق دارفور. في البربقون. لكن اسئلته سهله صراحه، غايه الكمبيوتر كعب. والله يا بنت سهله، والله يا بنت سهله. شفتي شفتي والله كنت عارف الدعينه يا استاذ. والله يا اسئله سهله محظوظ. عفره ما مشكله. الخيل الأصيلة بتأتي في اللفة. طيب السيف، السيف أصدق أنباء من الكتب. طيب السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. من القائل؟ أبو تمام. جول أبو تمام. وانت تمام التمام. يا سلام، هدف جميل، هدف جميل، هدف ملعوب بطريقة خرافية. بانقا. أيوة. النعيب هو صوت طائر شنو؟ شنو؟ النعيب. النعيب الغراب. جول بانقا، يا سلام. تمام. طيب عفراء اخر سؤال لك. ما هو لقب منتخب الجزائر؟ ما هو شنو؟ طيب ما هو لقب منتخب الجزائر؟ الجزائر منتخبهم بيلقبوه بشنو؟ لا يا اخي، نحن صغور الجديان. الافلاك. فلاوت. هم الثعالب الصحراء يا اخي، الثعالب. طيب بانقا. ايوه بانقا. أيوة اخر سؤال، اخر سؤال يا بانقا. طيب روائيه سودانيه بريطانيه من أهم أعمالها المئذنة، من هي؟ سودانية ولا بريطانية؟ أنت مالك؟ عشان أركز. طيب
روائيه سودانيه بريطانيه الاثنين عندها جنسيتين زينا كده. هي من اصول سودانيه طبعا. الروايه شنو؟ الروايه شنو؟ المئذنه. فلاوت هي الروائية المتميزة ليلى أبو العلا. إذن شكراً بانجا وشكراً دكتور عفراء من الأبيض حي الدرجة. إذن نحن متواصلين معكم في آخر فقراتنا زي ما تابعتوا على الشاشة. السادة المشاهدين الفائز هو بانجا من مروابة. مبروك يا سلام يا بانجا. شكرا لبانجا وشكرا لعفراء، شكرا شمال كردفان ككل، شكرا للناس اللي تواصلوا معنا الليله. يوم كان مختلف شويه، يوم كان غريب بكل الاطوار. بكره حنرجع للزمن الطبيعي معنا الساعه 10 بتوقيت الخرطوم تحديدا وبتوقيت استديوهاتنا في سوداني 24. لو في عمر بكره ان شاء الله بنتلاقى، وربنا يديكم الصحه والعافيه ويبعدكم من كورونا. الى اللقاء.